قاعده. اي قاعده. شنو تبين انام وانت مو موجود؟ يا حبان انت نايم على الحزه. شو الاخبار؟ هذاك اول كنت انام على كيفي وقعد على كيفي، مو الحين شنو بسجن. ايش فيك سبا؟ انت ناطرتني عشان تقولي هالكلام؟ لا ابي اسالك، طال انت ايش خايف منه؟ ايش خايف منه؟ ما ادري، يعني معاملتك لي غريبه، تطلع تكفل الباب. طلعت انا طالعه من امي مربيتني ومصارعتني، انا ما ادري ان انت شكاك لهالدرجه. يبقى انا متعود اقفل باب غرفتي من يوم انا عزوبي، من زمان يعني ما اطلع لك اقفل باب غرفتي، نسيتي باب صار. شنو اللي متعود؟ الحين انت معاك احد بالغرفه مو بروحك، ما يصير شيء تقفل علي وتطلع. قلت لك متعود ماني متعمد، ولا شفتني انا مو صاحي عشان اسوي الحركات. ما ادري طلال، ودي اصدقك بس ما ادري ليش مو قادره. المفروض تصدقين اي شيء اقوله وتمشين مثل ما انا ابي. بعدين ما صار شيء، يوم وصلت الديوانيه ذكرت اني انا قافل عشان الباب، يوم شفت الساعه شفت الوقت متاخر، قلت متى ما رديت بطلت الباب بس. اي بس معاملتك لي تحسس ان انت متعمد قاعد تسوي هالحركات الحين. يبقى انا رجال غار على مرتي وهذا طبيعي، المفروض تمشي مثل ما انا ابي. اي والله. اي ما فيها شيء اذا تغار، بس مو تحكرني وتشك فيني. طلال انت قاعد تحسس ان انا قاعد اسوي اشياء غلط، انا احس بمرض من معاملتك. تبا انا هذا طبيعي والمفروض تعودين عليه. انا الكلام هذا ينرفزني. شنو ينرفزك؟ ينرفزك اذا رحت قعدت مع امك. شنو يعني؟ ينرفزك اذا قعدت مع خالتي، يعني بالله عليك انا بطلع بالليل من الغرفه وين بروح؟ اكيد مع امك. طلال انت ايش خايف منه؟ طلال قاعد اكلمك. ترى ما احب احلل معي ماكل. شبعانه ما فيني. حبيبي شلونك مع الشغل؟ مرتاح؟ الحمد لله. مرتاح من الشغل ومن دراستي ومن بيتي. انا بيتك صح؟ اكيد انت بيتي، من غيرك انت وامي بس. تدري؟ تزوجنا؟ احس ما ابي شيء من الدنيا. ما ابي غير اني اشوفك. اشوفك وانت تدرس، وانت تفكر، وانت تاكل. انت حياتي كلها. نظرتني قلت نفس الكلام ها؟ اذا مو ببالك عادي. لا ببالي شيء وايد اكبر من اللي قاعد تقولينه. اصلا قاعد تقولينه شيء عادي. انا اساسا الحمد لله الله رزقني بالبنيه اللي انا افكر فيها واتمناها. والريال السنة واللي عرف ينقل بنيه من بين مليون وحده ترى. اشوفها بعينه اول، بعدين افكر فيها بعقله. ولما يجي بيته ويقعد معاها ويعيش معاها ويلقاها نفسك. يا بختها هذا حياتها وايد حلوه. اعطيني بطاطا. ها نوار. نوار. هلا جمر. مساء الخير. مساء النور. من حقه؟ من حقه يعني حق حبيبة عمري الغالية مضاوي حقك. حقي أنا؟ مشكور. الله يخليك لي ويصلحك. إن شاء الله. الله يصلحني ويغيرني للأحسن. قولي آمين. آمين. وهذه تذكرتين للمالديف. مكان شهر العسل؟ اي والكوخ اللي قعدنا فيه بعد، ايش رايك بالمفاجأة؟ نفس الكوخ؟ نفس الكوخ اللي زلقتي منه وقمت تصرخين جابر الحقني يا جابر. ما قلت الحقني. لا الحقني الحقني صح، ما قلت الحقني، هذه ما تعدي حسين. عسى دومها الضحكة. قولي امين. امين. قومي نامي خلاص. انت على ما اخر الاسبوع حتى وقفه ما راح تقدرين توقفين. قاعد ذهب كتبك حق باكر. زين ما بيصير تبين. تعبك راح. انا صدق تحبيني اساسا ما بيصير تبين. صحتك يا بنيه. ليش انام بعد؟ كفي اسمع هالكلام. يلا قومي نامي. قومي نامي صحتك يلا. يلا. Thank you.
مريم. هاي أمه. لما أنا كلمت أم سليمان اتفقت معاها. المنشا إن شاء الله الخميس الجاي. يعني. إن شاء الله يما على أمرك. اللي تشوفينه يصير. أجينا خيط أحمر يما. حق لها لاقة. مو لاقة حلو. سري. سري. أيوه. أطبخ إيه على الغدا؟ أي حاجة نفسك فيها. سرية حبيبتي انت ما نفسكيش في حاجة؟ لا انا بالي مو في الاكل، كله اكل اكل اكل، انا عندي شغل مع مدير المحطة ضروري. طيب ماشي مع السلامة، ربنا يوفقك. وياك حبيبتي. مع السلامة، اكتب لك في كل خطوة سلام. يا رب يا رب. هلا هلا صباح الخير. هلا صباح الفل. هلا صباح الفل. خالتي مشت؟ اه يا حبيبتي مشت. عادة تصبح علينا. عاد يمكن عندها شغل ولا شيء. ايوه يا حبيبي عندها شغل. ها نفسكم في ايه النهاردة اسوي لكم على الغدا؟ أنا عن نفسي ما نفسيش في حاجة. ها شهات وين؟ يمكن علي نفسه أطبخ لك إيه حاجة. أنا نفسي أتخرج بس يا طنط، مش عايز حاجة. هتتخرج إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا يلا مع السلامة حبيبي. مع السلامة. صباح الخير إيمان. صباح النور حبيبي. شلون سبق اليوم؟ صباح الخير. صباح النور حبيبتي. عاد توني اسال طلال عنك، شلونك اليوم؟ الحمد لله. بس يا يما ويك تعبان اليوم من الدراسه خالتي، امس طول الليل ما نمت. الله يوفقك ان شاء الله يا يما، وتمر عليك سنين الدراسة كلهم دقيقة إن شاء الله. إزاي ليش واقفة؟ تعالي تريقي. لا خالتي أمس متعشية متأخر وأحس إني شبعانة. بس ما يصير يا يمه، لازم تين تاكلين. هي بعد شوي بالجامعة باخذ لي قهوة. يلا عن اذنك خالتي. مع السلامة حبيبتي.